أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على الجدل الذي سببه تصريحها حول التيك توكر اللبنانية بعد رفضها مقاطعة تطبيق تيك توك الذي أطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامات توجهت للتطبيق بمحاربته المحتوى السعودي. وياك وياك خليني وياك بقدر بيني. وخلال حفلها في مهرجان كوكاكولا أرينا الذي أقيم في دبي برفقة الفنانة السورية أصالة نصري، ردت أحلام على ما قصدته، إذ قالت: أنت مين درى عنك يا أنت كتير رح نشتغلكم، أما الاعتذار أو الإفلاس يلا روح عملي تبولي جوعان. وبعد تصريح أحلام الشامسي، اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قالته عنصري تجاه الشعب اللبناني. سمعت أنه كتير في عالم قاطعين تيك توك هاي الفترة، كتير حنشتاقلكم وما تعتلوا هم. We'll update each other. وفي مقابلة أحلام الشمسي مع الإعلامي اللبناني عماد هواري، أعربت الأحلام عن حبها للبنان واللبنانيين بأنها لا تكرههم، لكن هناك موقف قد حصل نتج عنه ردة فعل التي حصلت. وأضافت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي بأن السعودية خط أحمر. السعودية خط مو بخط، خطوط حمراء. كانت ردة فعل لفعل، وأنه لو كانت التيك توكر من جنسية أخرى لكانت تفاعلت مع الأمر بالطريقة عينها. وكما أعادت خلال مقابلتها وتصريحاتها أن السعودية هي من الخطوط الحمراء وليس خط أحمر فقط.